برأيك وبكل صراحة وبكل تجرد، من هو المسؤول عن هذه أو استمرار هذه المشكلة؟ تبي الجهات، تبي الحقيقة؟ نعم نعم. والله أنا أعتقد هناك تجار، نعم، متنفذين، نعم، هم يحطون القرارات اللي يبونها لصالحهم الشخصي يعني، ويحتكرون على أنفسهم، ويحتكرون. فيعني كثرة المراسلات، كثرة الحضور بالوزارة الداخلية، هذا ما شفنا أي مانع لإصدار مثل هذا الترخيص. نعم.